السلام عليكم، معكم عصام من ألفا موتورز اف زد اي. معانا اليوم سيارة كيا سبورتاج 2024، دي فئة الفول اوبشن، اعلى فئة. زي ما احنا شايفين السيارة فيها تشغيل عن بعد، والشنطة الخلفية تفتح كهرباء، وفي عندي السبير، سبير كامل 19 انش برضو. شوف السيارة من الداخل، وزرار التحكم في المرايات، هنا عندي الكرسي بتاع السواق الامامي كهربا طبعا، وده شكل السيارة من الداخل. هنا الطارة عليها بدل شيفترز، دي الشاشة اللي هي 8 بوصة، وفي عندي الشحن الوايرلس، وهنا ازرار التسخين وتبريد الكراسي للراكب والسائق، وعندي تسخين الطارة. وهنا طبعا دي خاصة بالدفع الرباعي بتاع السيارة، وفيها طبعا الاوتو هولد، ودي فتحة البانوراما، اللي حابب يزورنا ان شاء الله في موجود اللون ده واللون الابيض واللون السيلفر.